اهلا بيكم، معاكم الدكتور تامر، والنهارده هنتكلم عن الحمى الشوكيه او بيسموها الالتهاب السحائي او مينينجايتس، اللي هي التهاب الاغشيه او الطبقات المحيطه بالمخ واللي بتحميه. مخ الانسان محاط بثلاث طبقات لحمايته، بيسموهم الام الجافيه، الام العنكبوتيه، الام الحنون، ديورا ماتر، اراكنويد ماتر، وبايا ماتر. والحمى الشوكية أو الالتهاب السحائي هو التهاب الطبقات دي، اللي هي بالإنجليزي مينينجايتس، لكن لو كان الالتهاب في المخ نفسه بيبقى اسمه إنكفاليتس. التهاب الطبقات دي أو الحمى الشوكية دي ممكن تكون بسبب عدوى أو بسبب تاني غير العدوى. فالعدوى اللي ممكن تعمل حمى شوكية زي مثلا العدوى البكتيرية، زي مثلا بكتيريا الهيموفيلس انفلونزا، زي مثلا نيسيريا مينينجيتايتس، زي النيوموكوكس وغيرها، ودي أخطر أنواع الحمى لأن دي ليها نسبة وفيات عالية، وهي دي اللي ممكن تسيب أثر دائم أو تلف دائم في المخ. زي ما بيحصل مع بعض الناس، ممكن الشخص يفقد السمع بتاعه طول حياته أو يصاب بالعمى طول حياته، زي ما هنقول بعد كده في المضاعفات. وعشان كده احنا هنركز في الحلقة دي على البكتيريا المينينجيتس أو الحمى الشوكية الناتجة من البكتيريا. يا إما العدوى دي تكون فيروسية، يكون فيروس هو اللي مسبب الحمى الشوكية دي، وده بيكون أقل خطورة مش زي البكتيريا، وغالبا بيتم الشفاء منه تلقائيا. كمان العدوى دي ممكن تكون فطرية، وده بيحصل أكتر في الناس اللي عندها نقص مناعة زي الناس اللي عندها إيدز مثلا. وممكن تكون العدوى دي طفيلية وتعمل برضو حمى شوكية أو التهاب سحائي. زي ما قلنا دي كانت العدوى اللي ممكن تعمل حمى شوكية، لكن في حاجات مش عدوى، زي مثلا ان جهاز المناعة هو اللي هاجم نفسه ويعمل حمى شوكية او التهاب في هذه الاغشية والطبقات، زي مثلا الناس اللي عندها الزيبة الحمراء سيستيميك لوبس او روماتويد ارثرايتس، الناس اللي عندها روماتويد او بهس التزيز بيسموه بالعربي كده او بيقولوا عليه بهجت، وبعض الادوية كمان اللي ممكن تعمل التهاب سحائي. ففي الحالة دي بيكون السبب حاجات مش ميكروب مش عدوى زي ما قلنا. احنا في الفيديو ده هنركز على الحمى الشوكية البكتيرية وخصوصا الحادة، لان دي زي ما قلنا بنسبة وفيات عالية وممكن تسبب تلف دائم في المخ. البكتيريا دي بتوصل ازاي بقى لهذه الاغشية عشان تعمل فيها التهاب؟ ممكن عن طريق الدم، بمعنى انه يكون في عدوى في جزء من جسم الانسان بعيد عن المخ ويوصل للمخ عن طريق الدم. زي مثلا واحد يكون عنده عدوى في الجلد، خراج مثلا، ممكن يوصل تخيل الى المخ ويعمل حمى شوكية. ممكن عدوى في الجهاز التنفسي، التهاب رئوي مثلا، ممكن عدوى في الجهاز البولي او الجهاز الهضمي وهكذا. يا اما عن طريق الاتصال المباشر، بمعنى ان يكون في عدوى قريبة من المخ وهي دي اللي سببت التهاب الاغشية او الالتهاب السحائي، زي مثلا عدوى الجيوب الانفية، وزي كمان عدوى او التهاب الاذن الوسطى، وزي مثلا الاصابة او حوادث الرأس، ممكن كل ده يعمل حمى شوكية. كمان بعض المرضى اللي مركبين حاجة اسمها فنتريكولوبروتينيال شنت، اللي هي الأنبوبة اللي بتوصل السائل الشوكي من المخ إلى البروتينيوم إلى الأمعاء أو إلى الأغشية أو الفراغات اللي حوالين الأمعاء. في ناس بتبقى مركبة الأنبوبة دي عشان تقليل ضغط المخ. الناس دي بيكون عندها عرضة أكتر لهذا الالتهاب السحائي. لازم نعرف إن أنواع كتير من البكتيريا دي بتتنقل من شخص لشخص عن طريق الاختلاط المباشر، إن احنا نبقى قاعدين في نفس المكان وبنتكلم، وعن طريق الرذاذ. لو جينا نتكلم عن مضاعفات الحمى الشوكية وخصوصا زي ما قلنا البكتيرية، أول حاجة الوفاة، تاني حاجة إنه يحصل تلف دائم في المخ زي ما قلنا، ممكن يحصل فقدان للسمع، ممكن يحصل عمى، ممكن يحصل جلطة ويحصل شلل، ممكن يحصل إصابة العصب السابع بالشكل ده، ممكن يحصل تخلف عقلي، ممكن يحصل تشنجات، ممكن يحصل فقدان الاتزان، ممكن يحصل حاجة اسمها استسقاء المخ أو الهيدروكيفالس أو زيادة ضغط السائل النخاعي في المخ. لو جينا نعرف الأعراض، يعني الشخص اللي عنده حمى شوكية بيظهر عليه إيه أو بيحس بإيه؟ أولاً لو الأعراض اتطورت واتدهورت في خلال 24 ساعة، فده بيدينا مؤشر قوي إن دي بكتيريا، إن دي حمى شوكية بكتيرية. والأعراض دي بتكون زي صداع، ارتفاع درجة الحرارة، تيبس عضلات الرقبة، طفح جلدي، قيء، غثيان، حاجة اسمها فوتوفوبيا اللي هو ما يبقاش قادر يشوف الضوء، الضوء بيعمل له صداع وتعب وما يقدرش يستحمل الضوء. وفي الحالات الشديدة ممكن يحصل توهان، اضطراب الوعي، وممكن تحصل غيبوبة. وطبعا ممكن يكون أعراض المرض الأولاني موجودة قبلها بأيام، يعني مثلا زي ما قلنا لو واحد عنده التهاب جيوب أنفية، ممكن يكون قبلها بأيام عنده مشاكل الجيوب الأنفية دي، وتبدأ تظهر مشاكل الحمى الشوكية بعدها بأيام.
وفي بعض العيانين ممكن يجيلك بغيبوبة على طول، ما يجيش بالكلام ده كله، مفيش صداع ولا قيء ولا بتاع، وخصوصا لما يبقى كبير في السن او عنده مناعته قليلة زي ما قلنا الناس اللي عندها ايدز او عنده مثلا مرض زي السكر. العيانين دول بيجوا بشكل اتيبيكال، يعني مش زي العاديين، ممكن يجي بغيبوبة مباشرة. لما تيجي انت بقى تفحص العيان هتلاقي عليه ايه؟ اولا هتلاقي علامات اللي بتدل على المرض الاول اللي قلنا عليه، يعني مثلا لو واحد عنده عدوى في الجهاز التنفسي ممكن تيجي تسمع صدره تلاقي فيه مشكلة في التنفس، واحد عنده عدوى في الجهاز البولي ممكن يقولك ده كان عامل تحليل بول وعنده صديد والتهابات، فممكن تلاقي المشكلة اللي بتوريك السبب الاولاني. لكن كحمى شوكية هتلاقي ايه؟ ممكن تلاقي الطفح الجلدي اللي هو بيبقى مثلا بالشكل ده، وتيجي تدوس عليه بكوباية ازاز ما يختفيش، بنسميه نون بلانشنج. ممكن تلاقي العيان عنده اصابة في العصب السابع زي كده، وطبعا ممكن تلاقي ارتفاع درجة الحرارة. لكن في ثلاث علامات مهمين جدا، دول بقى لازم تعرفهم وموضع اسئلة ومهمين جدا، لما بتعملهم ويطلعوا ايجابيين بنشك بنسبة كبيرة جدا ان دي حمى شوكية. اول حاجة اللي هي تيبس عضلات الرقبة، العيان تيجي تلف راسه يمين وشمال تلاقيها ناشفة ومش بتلف معاك. تاني علامة اسمها كيرنيك ساين، ده تيست انت بتعمله بتنيم العيان فلات بشكل مستوي، وبعدين تتني مفصل الفخذ 90 درجة، وبعدين تيجي تفرد رجليه، العيان يحس بألم وما يخلكش تفرد رجليه. في الحالة دي بنقول ان العلامة ايجابية، يعني العيان بنسبة كبيرة عنده حمى شوكية، ودي بنسميها ساين اوف مينينجيال اريتيشن. العلامة التالتة اللي بتبين لك المينينجيال اريتيشن برضو اللي هي حاجة اسمها بروتزنسكي ساين، العلامة دي العيان برضو نايم فلات، تيجي ترفع راسه عشان تخلي دقنه تلمس صدره تلاقيه بيتني رجليه الاتنين، دي كده برضو معناها ايجابية وبنسبة كبيرة جدا العيان ده عنده حمى شوكية. طيب انت عيان بقى جالك بالشكل ده وعملت عليه العلامات دي وشكيت بنسبة كبيرة انه عنده حمى شوكية، ايه الفحوصات اللي هتعملها له؟ الفحص الاساسي ورقم واحد اللي هو اللمبر بانكتشر، اللي هو بزل النخاع، اللي هو تحليل سائل النخاع الشوكي، ده بتاخده بتحلله بيبين لك السبب بالظبط، وبنعمل له كمان مزرعة وحساسية عشان نشوف ايه العقار او الادوية المناسبة لهذا العيان. في حالة الحمى الشوكية البكتيرية اللي بنتكلم عليها في حاجة اسمها opening pressure، ضغط الفتحة بنلاقيه عالي، البروتينات بنلاقيها عالية، جلوكوز بنلاقيه قليل، كرات الدم البيضة بنلاقيها عالية، وبتكون اكتر من 80% منها polymorph nuclear leukocytes. كل ده لما نلاقيه في تحليل سائل النخاع الشوكي بنقول ان الحالة دي بكتيريال مينينجيتس. في بعض الحالات قبل ما اعمل اللمبر بانشر، قبل ما اعمل تحليل سائل النخاع الشوكي ده، احتاج اعمل للعيان ده اشعة مقطعية على المخ، لان في بعض الاحيان لو في مشكلة داخل المخ موضعية لوكال ممكن يحصل حاجة اسمها برين هيرنيشن، يعني جزء من المخ يخرج من مكانه كده ويحصل فيه زي فت، عشان كده يفضل اعمل اشعة مقطعية في بعض المرضى، زي مثلا المرضى اللي هم اكبر من 60 سنة، الناس اللي جالهم تشنجات في خلال اسبوع، الناس اللي معروف ان عندهم اصلا مشكلة في المخ، والناس اللي عندها نقص مناعة زي الايدز مثلا. لكن نخلي بالنا في الحالة دي لو قررنا ان احنا نعمل اشعة مقطعية فهنبدأ العلاج فورا لو انت شاكك ان هي بكتيريا بتبدأ المضادات الحيوية قبل الاشعة المقطعية. في بعض التحاليل التانية اللي ممكن احتاجها زي مثلا طبعا صورة دم كاملة هلاقي فيها كرات الدم البيضاء عالية، وغالبا برضو polymorph nuclear leukocytes، ممكن احتاج اعمل مزرعة بول، مزرعة افرازات الانف، ممكن احتاج اعمل اشعة عادية على الصدر لو انا شايف ان السبب الاساسي هو عدوى في الصدر، اعمل تحليل سكر، اعمل وظائف كلى، اعمل وظائف كبد. لو الحالة مبهمة شوية في تحليل اسمه CIE ممكن اعمله سواء للCSF اللي هو السائل النخاعي او البول او الدم، وكمان ممكن اعمل PCR لو شاكك ان الحالة فيرال فيروسية يعني، وفي تحليل كمان اسمه BCT ده برضو لو عالي بيقولك ان الحالة دي بكتيريا. العيان ده نعالجه ازاي؟ العيان ده حالة طارئة جدا جدا جدا، غالبا بيتحجز عناية مركزة زي اي عيان طوارئ. اول حاجة في العلاج بيكون ABC، Airway، نشوف الAirway بتاعه مفتوح ولا لا، هل بالع لسانه ولا لا، محتاج يتعمل له Head Tilt Chin Lift ولا لا، محتاج يتركب له Airway، محتاج يتركب له Tube ولا لا، البريثنج نشوفه بيتنفس كويس ولا لا، هل هو في ارست وهو محتاج نعمل له CPR ولا لا، سيركيوليشن بنحط طبعا الكانيولات بتاعتنا ونشوف الفيتال ساينز بتاع العيان، ضغطه ونبضه درجة حرارته، ولو العيان في شوك او في صدمة او ضغط واطي نعلق محاليل فورا، ولو العيان في تشنجات نتحكم في هذه التشنجات.
ولو الحالة مستقرة فاحنا بنديه أكسجين ونعمل لامبر بانكتشر فورا وبنبدأ العلاج زي ما هنقول. لو انت شاكك بنسبة كبيرة ان الحالة دي بكتيريا زي ما قلنا بتتدهور بسرعة وهي الأخطر ولازم نحطها في اعتبارنا، فلو شكيت فيها بتبدأ المضادات الحيوية فورا، وبعد ما المزرعة والحساسية تطلع نبقى نظبط علاجنا على حسب المزرعة والحساسية. فلو كان العيان ده طفل لسه مولود من عمر يوم لعمر شهر فغالبا البكتيريا دي بتكون هي السبب، فبديله في العلاج أمبيسيلين وسيفوتاكسين. أما لو كان المريض ده من عمر شهر لعمر 50 سنة فغالبا البكتيريا دي بتكون هي السبب، وفي الحالة دي بنديله على حسب هل هو طفل ولا أدلت كبير. فلو هو طفل فأنا بديله فانكومايسين زائد سيفوتاكسين أو سيفترياكزون بالجرعات دي، لكن لو هو أدلت كبير فأنا بديله برضو نفس الموضوع فانكومايسين مع سيفوتاكسين أو سيفترياكزون بالجرعات دي. وكمان في بعض الآراء بتقول إن أنا ممكن أزود الريفامبين سواء كان طفل أو شخص بالغ بالجرعات دي مع العلاج. لو كان أكبر من 50 سنة فغالبا البكتيريا دي هي السبب، وفي الحالة دي بديله فانكومايسين أمبيسيلين سيفترياكزون. لو العيان ده كان مريض إيدز مثلا أو عنده نقص مناعة لأي سبب، في الحالة دي بديله فانكومايسين مع أمبيسيلين زائد يا إما سيفيبيم يا إما ميروبينيم. في الحمى الشوكية البكتيرية دي بحتاج ادي العيان ديكساميثازون بالجرعة دي قبل ما ادي المضادات الحيوية او على الاقل معاها. هم لقوا ان الديكساميثازون بيقلل كتير من التلف اللي ممكن يحصل بسبب الحمى الشوكية وبيقلل كتير من مضاعفاتها. ده كان بالنسبة للعدوى البكتيرية ودي الاهم والاخطر زي ما قلنا، لكن لو كانت العدوى فيروسية بقى فممكن العيان ما يحتاجش حاجة محددة للفيروسات والعيان بيخف تلقائيا، لكن في بعض الاحيان ممكن اديله الحاجات دي. لو كانت دي عدوى فطرية زي ما قلنا في نقص المناعة مثلا بنديله الحاجات دي. لو كانت التي بي او البكتيريا المسؤولة عن الدرن هي السبب فانا بديله الادوية دي زيها بالظبط زي عدوى الصدر زي الدرن بتاع الصدر. لو كان السبب سيفيليتك مننجيتس بنديله العلاج ده، ولو كان طفيليات برازيتك مننجيتس بنديله العلاج ده. وطبعا العيان ده عيان عناية بنعتني بيه كويس، بنشوف الأكسجين بتاعه ونعالج الصدمة ونعالج المضاعفات اللي ممكن تظهر ونعالج التشنجات وهكذا. ولو العيان حصل فيه هيدروكيفالس أو زيادة الضغط السائل النخاعي السائل اللي بيحوط المخ ده لو زاد الضغط فيه بنتحكم فيه برضو عن طريق ان احنا بنتحكم في درجة الحرارة، بنتحكم انه ما يحصلش كحة أو العيان ما يحزقش، ونعالج التشنجات وهكذا. نيجي بقى لجزء مهم جدا، ازاي نحمي نفسنا وأطفالنا من الحمى الشوكية. معظم البكتيريا اللي بتسبب الحمى الشوكية ظهر ليها لقاح أو تطعيمات، فمثلا أولادنا أو أطفالنا بياخدوا في التطعيمات الإجبارية بتاعتهم تطعيمات ضد الهيموفيلس إنفلونزا، بيتاخد في عمر 2 شهر 4 شهور 6 شهور وممكن يتاخد عند عمر سنة. كمان اللقاح ده يوصى بيه لكبار السن اللي هم أكتر من 65 سنة أو الناس اللي عندها مشاكل قلبية رئوية. كمان في لقاح تاني أو تطعيم تاني اسمه التطعيم الرباعي، ده بقى بيدوه للناس اللي رايحة أماكن مزدحمة زي الناس اللي رايحة الحج مثلا أو داخلة الجيش أو داخلة الجامعات بيدوها اللقاح ده. اللقاح ده ضد 4 أنواع من النسيريا منجيتس، وبعد كده ظهر كمان النوع الخامس ظهر ليه تطعيم في 2014 وفي 2015، لكن الأشهر واللي بيدوه هو التطعيم الرباعي. كمان في لقاح أو تطعيم اسمه نيموكوكال فاكسين، وده بيدوه للناس اللي شايلة الطحال والناس اللي أكتر من 65 سنة والناس اللي عندها برضو نقص مناعة. بالنسبة بقى للناس المخالطين لحالة عندها حمى شوكية بكتيرية أو شاكين إن هي حمى شوكية بكتيرية، في الحالة دي طبعا بالإضافة للاحتياطات العامة زي غسل الأيدي بالصابون، ما نستخدمش أدوات المريض، تهوية المكان والإرشادات الصحية العامة، يعني بندي للمخالطين للمرضى حاجة اسمها كيمو بروفلاكسيز اللي هو ريفامبين أو ريفامبسين 600 ميلي جرام كل 12 ساعة عن طريق الفم أقراص يعني لمدة 2 يومين، أو ممكن أدي سيفترياكزون 250 ميلي جرام مرة واحدة بس، ودي بتكون آمنة في الحمل، لو واحدة حامل ممكن تاخدها. وممكن كمان أدي سيبروفلوكساسين سواء 500 أو 750 جرعة واحدة فقط. وفي النهاية أحب أشكركم، ما تنسوش اشتركوا في القناة واعمل لايك وشير، وشكرا لحضراتكم.